احنا ماذا بينا كامل تكونوا ايجابيين، نخدمك باقي في وقتهم، نجدد الوثائق نتاعي ونسوق سياقه سليمه. بشرت مصالح امن ولايه البليده حمله تحسيسيه توعويه لفائده سواق المركبات ومستعملي الطريق حول مراقبه وثائق المركبات بمختلف اصنافها بهدف التاكد من مدى مطابقتها مع المركبات والمعايير التقنيه للسلامه المروريه، مع تذكيرهم باهم السلوكات الكفيله بتجنب حوادث المرور. تتضمن هذه الحملة خرجت ميدانية عبر كامل قطاع الاختصاص بهدف توعية المواطنين بدورهم الفعال في محاربة الأمن المروري وتحقيق المعادلة الأمنية حفاظا على أمنهم وسلامة أرواحهم. قال لك يومين ثلاث ايام جدو باش ما تطيحش في مشكل، لانه علاش مديريه العمل الامن الوطني تسعى دائما لتوعيه والتحسيس للسائقين ومستعملي الطريق لهذا الشيء هكذا، لانه انت ماكش تسوق وحدك في الطريق، راك مع واحد كما نقولوا يعطيك الصحه. ايه ما عندك العائله تاعك في انتظارك، انت ما تحافظش على روحك تاع العائله تاعك تسناك. انا نمشي بالعقل. معليش ما من الوثائق جددهم في وقتك، كون قانوني كون ايجابي.